أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة محمد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، فكرة ان احنا دايما طول عمرنا نقعد ندعي اللهم استخدمني ولا تستبدلني، دي دعوة جميلة قوي انا بحب ادعيها، وان ربنا سبحانه وتعالى يستبدلنا في الخير دي حاجة وحشة قوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نفس بما كسبت رهين. ان كنت ذكي كريم فاعلم أن هناك الكريم سبحانه وتعالى هو من يلاقيك يوم القيامة. إذا كنت بخيلا فاعلم أنك تبخل عن نفسك قبل أن تبخل على الناس. إذا كنت كريما في الدنيا ستلقى نتيجة كرمك في الآخرة. أما إذا بخلت في الدنيا فأنا عايز أقول لك على حاجة، هي المصيبة هتبقى مصيبتين. المصيبة الأولى سيتم عزلك من رحمة الله. اللي اداك أمانة وانت خنتها، حتى المثل عندنا من أمنك لم تخون ولو كنت خاين. ربنا اداك مال وقال لك المال ده علشان تخرج منه صدقات وتخرج منه كل سنة زكوات وتنفق فيما أعطيتك مما أتيتك هذا للفقراء. فانت رحت واخد الامانه دي شايلها. شوف احنا بنقول من امنك لم تخونه ولو كنت برضه خاين، لكن مين في الاخر اللي هياخد الذنب؟ انت. طب لما تبخل يبقى نمره واحد اصبحت خاين للامانه، رقم اثنين اعلم ان ربنا ممكن ياخذك اخذ عزيز مقتدر بمالك كما فعل بقارون، خسفنا به وبداره الارض. طب ايه كمان؟ هيستبدل قوم وممكن يبقوا قوم من أولادك، ممكن يبقوا من أحفادك، من الناس اللي جمعت الفلوس بتاعتك وبدأوا هم يكونوا كرماء، ثم يستبدل قوم غيرك ويكونوا مش زيك، يكونوا مش زيك أبدا، مقترين ممسكين، هيكونوا أفضل وأفضل، لأن هم دول عبادي. الكرام ده هياخدوا الأمانة دي وهم اللي هيدوها للي إيه؟ طب ما تكسب أنت، ما تاخد انت الجايزة وهي في ايدك وتقدم بيها الى الله سبحانه وتعالى ولا تبخل في الدنيا. واعلم ان انت راجل بخيل، حتى لو انت نازل من بيتك رايح مشوار لاخر الشارع او مسافر اكيد بيبقى معاك فلوس عشان تأمن نفسك. طب لو انت خارج من بيتك محمول على الاكتاف رايح لقبرك ميت مش راجع تاني، على الاقل يبقى معاك فلوس عشان الدار الاخرة اللي انت هتروح هناك عشان تصرف منها حتى لو كان قليل. اخرج انفق ينفق الله عليك، ترى راحة البال في الإنفاق. شوفي حضرتك قبل كده حضرتك كنت بتتكلمي وتقولي إن عثرات كتير جدا في حياتنا الإنفاق بيخليها جميلة، الإطعام بيخليها جميلة، حاجات جدا كتيرة جدا جدا في حياتنا ممكن هي اللي توصلنا وتحفظ لأولادنا. التربية الأولاد مش إحنا، ربنا اللي بيربي. لما ربنا بيدينا المال وبننفق ومنخرج وآتوا حقه يوم حصاده إدى لكل واحد حقه. يا رب اكرمني بقى في أولادي، يكرمك في أبنائك ولو كان بالقليل. وعايز أقول إن الفقير اللي احنا بنعرضه أو بنشوف ده له الله، لأنه خلقه ومش مش هيسيبه أبدا لأنه بتاعه. خدت بال حضرتك؟ وهو جايبك أنت، اطعم لي هذا، شرب لي هذا، استر على هذا، اقف معاه، لان عصرات القيامه ثقيله قوي قوي قوي. النبي يقول شيبتني هود واخواتها، هذا لان هناك ايات استقم كما امرت، الله يقول لحبيبه. فانا عايز اقول لك علشان يبقى معاك الزاد، لان السفر طويل وزادك في الاخره هو كرمك على عباد الله في الدنيا. طيب هنطلع نشوف تقرير عن عم حمدي من بني سويف ونرجع نكمل حلقات. عثمان حسين
وصلنا 40 محافظة بني سويف مركز ونص. أنا كنت شغال في مصر وربع سكتني. ركبت مصر وجاتنا جلطة. بعد ما تعب وقعد في البيت اضطريت ان انا اشيل الحمل كله. فتره الطماطم اشتغل فيها، فتره البصل اشتغل فيها، ومره واحد يقول ما عنديش شغل النهارده، اقول له بعده اجي راجع. بيجيب طلبات بالقصه وربنا بيقول بتشتغل وليجا. صعب ما بنت تشتغل ويا بنت بنقول صعب صعب يا والله. يعني هو لو طلع برا وقدر ربنا طلع شوية وشاف الحياة، يعني ده رايح لزرعه وده رايح لغيطه، ويشوف الشباب اللي من سنه مثلا بيجيب قرشي، ويشوف نفسه وحياة كده بيصعب عليها ويجي معايا. أنا كنت نفسي أسعد للناس. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا. هو انا الوقت كنت واخداه عشان انا استند عليه، وحياه كانت حلوه في الاول، اصبحت الوقت هو اللي بيستند. نفسي اشتغل، ممكن اتحرك عليه كده اشتغل. هذا فرحنا، ممكن تجيب لي زوجتك امشي عليه. والله انا عاوزه مثلا اسطر البنات، حد يساعدني بيهم، اثنين مخطوبين، حد يساعد الراجل بتوك يمشي عليه. عاوز انت عقدونا القطان ده اللي جوا عقدونا عشان نطرة بتحطرنا خالص، دي كله بيشر مية كده. خايفة لان النطرة تنطر علينا اطلع من البيت تاني. أهلا بكم مرة تانية، تعليق حضرتك على الحالة. ما أثقلك يا إنسان ما أثقلك يا إنسان حينما تكون فقيرا، ما أثقلك حينما تكون عاجزا. رجل بكاؤه أو دموعه غالية، أراد يوما أن يتزوج حتى يعول أسرته وتكون زوجته هو لها سند، فأصبح بعد مرضه هي التي أصبحت له سند. الراجل الطيب ده احنا كلنا شايفين، يمكن أنا ماسك نفسي جدا أني أبكي، لأن صعب قوي على الرجل أن هو يبكي، وصعب قوي أن هو يكون في هذا الحال من فقدان الأعصاب. كل ما يقوم يقف يقعد. الحاجة حمدي في بني سويف يعني نقول أنه مفحوم الجسد بالشكل ده، ولكن الأداة اللي بتحركه أو نقول خلية الكهرباء اللي بتتحكم في المشي، عشان نقول الحمد لله على نعمة أن احنا بنمشي وبنتحرك وبنركب وبنعمل. وهذا الرجل جه في الآخر عنده بنتين. البنتين يعني احنا قصة وفاء، أن راجل بيقول أنا نفسي أسعد زوجتي. نخرج بره بقى من مشاكل الزوج والزوجة والزوجة اللي بتشتكي جوزها والجوز اللي بيشتكي مراته. تعالوا نشوف الحالة دي، ان واحدة متزوجة ان جوزها يكون سند ليها، فتصبح هي سنده شايفين يا جماعة؟ يقول نفسي أسعدها فهي اللي بتسعده. بيذوب الرجل في زوجته والزوجة في زوجها بهذا الحال. فتخيلي حينما يعلوهم الفقر ويعلوهم المرض، تقول لحضرتك لما الدنيا بتنطر أنا بخرج بره البيت. لو نطرت الدنيا بيظل هذا الرجل شبه المشلول قاعد يتلقى الأمطار، لأن ما أثقله مش قادر يقوم يتحرك. عايز سقف لبيته يحميه من المطر، يحميه من حرارة الشتاء والصيف. بنتين ربنا أكرمه بيهم، البنات بتطلع الجبال علشان تجمع الطماطم هي وأمهم، ثلاث سيدات بنتين وأمهم بيطلعوا ويرجعوا بالليل بعد ما يجمعوا طماطم في الجبال. أي حال
نفسه عاملة ازاي، عايز سقف بيته، عايز لو توك بيجاجل بيقول انا لو حسحف علشان اشتغل علشان كنت واصبحت. فاحنا عايزين نحقق له ده مشروع، ان يتعمل له توك توك، حاجه تستر عليه، عايزين سقف لبيته، عايزين غطاء. عايزين يجهز توك توك، هو نفسه بيقول لو في توك توك بنتي تشتغل عليه، او انا اجيب حد يشتغل عليه كنوع من انواع الرزق يدخل له، او اي مشروع يدخل له. يعني اعتقد انه ممكن يبقى الكشك افضل من ممكن من في حالته طبعا الكشك، ولكن لانه التوك توك هو مش هيعرف يراقب بالظبط. ولكن يعني انا عايز اقول برضو ان التوك توك ممكن يكون سبيل للمكسب الاكثر، لان احنا في عندنا بنتين عايزين مخطوبين وعايزين يجهزوا، عايزين الناس تعيش عيشه كريمه، عايزين نقول ان احنا عشان يكون سقف لبيتهم، سقف لحياتهم، يعيشوا حياه مطمئنه. عايز اقول إن الناس كتير قوي قوي كرماء وبيشوفونا دلوقتي وبيسمعونا، هم منتظرين نخلص حلقتنا عشان يتواصلوا معانا، لان في رجال ما يحبوش ان رجال زيهم يبقوا على هذا الحال، وستات نفس الحكايه. انا حضرتني دلوقتي يمكن قصه لطيفه قوي احكيها للساده المشاهدين كمان. في احد النوادي وانا بعمل احد الندوات، قامت ست عندها 72 سنه قالت لي انا معايا واحد مطلعه لي كده حضرتك صوره بالالوان لزوجها من 30 سنه، خدتها الصوره دي ولونتها، قالت انا زوجي متوفى من 30 سنه وانا الى الان اشعر بالوفاء له لانه كان سندا لي، وانا لغايه دلوقتي باخذ المعاش لزوجي لاني انا باكل واشرب وما زالت سيرته موجوده. واقسم لك بالله سن 72 سنه ومسكت الميكروفون من وانا في الندوه وقالت ابيات من الشعر في مديح لزوجها حتى تلقاه يوم القيامه عند رسول الله. في سيدات وفيات ما تحبش ان هي تشوف رجل يبكي، تتصدق. رجال كذلك، هم دول الناس اللي ربنا ارسل او ادخل فيهم الرحمه، هم دول الكرماء، هم دول اللي في سيماهم تشوفي الجنه، الكريم تشوفي الجنه في وشه، لان البخيل شيء والكريم شيء تاني. فخلينا مع الكرماء، حتى وان كنت بخيلا فبعد الان وبعد ان تستمع اقول لك هيا إلى ركب الكرماء لنقابل الكريم يوم القيامة وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. إحنا بنتفرج دلوقتي على تسقيف البيوت. تسقيف البيوت. عايزين الراجل عم حمدي نعمله سقف زي ده، نبني له بيته أو شكل السقف اللي إحنا شفناه والأمطار وكذا وكذا، عايزين نتكفل به حتى يعلم أن ما حوله معه ولن ينقطع بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله. حضرتك قلت كلمة يمكن يعني فكرة أنه مثلا فلان ده ثقيل، والله في بعض الناس بيقول لك أنه فلان الثقيل ده هدية ربنا ليا. يعني الله. يعني أنه دي هدايا ربنا بيوفق العبد ان هو ياخدها، يعني مين بقى اللي يلحق ياخد الهديه؟ انا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه فتمر امراه عجوز فيقول لن تدخل عجوز الجنه، فتبكي فيقول لها لن تدخل الجنه وانت عجوز، هتكوني بجمالك انا عايز اقول للازواج اللي يمكن بيسمعوني دلوقتي ومتخانقين شويه مع زوجاتهم، عايز اقول له استحمل ان شاء الله، في الجنه ان شاء الله زوجتك احلى من الحور العين. فأنا عايز أقول لك يعني هناك ما فيش أي مشاكل، لذلك أنا عايزك تعمل كويس عشان تدخل الجنة وترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقول له كن كريما مع رب العالمين، يكن كريما معك في الدنيا ويكن معك كريما يوم القيامة. ما أثقلك يا ابن آدم، أنا عايز أقول لك لن يدخل عم حمدي الجنة بفقره هذا وما هو عليه وهو مشلول مش قادر يمشي، ولكن هيدخل بقوة. لذلك أنا بقول لك شد حيلك معاه، وبقول لك شد حيلك معاه علشان هو ده بقوته يوم القيامة إن شاء الله هياخد بإيديكم إلى جنات ونهر، ورب سبحانه وتعالى يرضى عنا جميعا سبحانه وتعالى. في ناس ممكن يعني
طبعا انتم بدو الصدقات فنعم ما هي، وفي السر والعلانيه، صدقه السر والعلانيه يعني. انما وفي ناس تقول لك انت ليه بتقول او كذا، انما في ناس ممكن ما تبقاش فاكره هي عملت والله وانا عملت وانا دفعت في ده، انا مش فاكر. سبحان الله. وانا اديت للست دي والله ما فاكر. فيعني قد يكون انه ايدك اليمين ما تعرفش عن الشمال، انه بيدفع وما يفتكرش، يعني مش لازم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه نقيض حاجه. اذا اذنبت ذنبا فتذكره دائما حتى تنفق اعتقادا منك انه لسه ربنا ما غفرش فكفر. وإذا أكرمت أحدا فانسى ما أعطيت فهو موضوع في مخازن الحق تبارك وتعالى يوم القيامة. لا ده دعاء ولا ده بيضيع. أنا عايز أقول لحضرتك إن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى إدانا، حتى لما أجي أتكلم عن المزرعة اللي إحنا بنعملها حوالي أكثر من 50 فدان، وبنقول إن إحنا في المزرعة ديت طب إيه الفرق بين هذه الزراعة وزراعة أخرى؟ عايز أقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقعة لما تكلم عن السدر اللي هو النبأ اللي احنا بناكله، قال وسدر مخضوض وطلح منضود. الطلح اللي هو الموز. الله، طب ليه ربنا قال السدر؟ ده ربنا أكرم هذا السدر وجعله من أشجار الجنة. وعايز أقول إن السدر أصلا شجر مليان أشواك، ومع ذلك ربنا مدحوا في الجنة. طلح سدر مخضوض يعني خالي من الايه، من الشوك. سيكون في الجنة ان شاء الله. عايز اقول لحضرتك اذا كانت الاشجار دي اللي فيها اشواك دي ربنا سبحانه وتعالى دخلها الجنة وذكرها انها في الجنة، فما بالك الورود والبساتين اللي هتكون وزراعات اللينا في الجنة. عايز اقول لحضرتك طلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود، يعني وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. تخيلي حضرتك خير من كل حتة. ليه؟ لأن أنت حينما تزرع، هقول متر مش هقول إيراط مش هقول فدان، أنت لما تزرع متر مربع لله تبارك وتعالى يظل هذا المتر المربع يدعو الله لك يوم القيامة ويأتي شهيدا لك عند الله. والمثل المربع عند ربنا في حساباته نقول إن هي فدادين. فتخيل حضرتك إن أنت بتحجزي والله من حفر في هذا المكان أو أعطى في هذه المزرعة فأقول له أنك يوم القيامة قد ورثت ميراثا في الجنة. يا رب آمين. تخيلي حضرتك صك ميراثك إيه؟ إن أنت دفعتي صدقة إن أنت الأرض دي تطلع طعام للناس، يبقى الأرض دي بقت ملكك. كل اللي بيطلع بتاعك ده بيفضل معاك الملك فين؟ في الجنة. فربنا يضاعف لك هذا الملك في الجنة. يبقى يلا نزرع في الجنة. شوفي هنا من يبخل ليبقى الدنيا، لكن اللي ما بيبخلش وبيكرم في الدنيا ربنا بيكرمه باللي أفضل. أنت لن تكون أكرم من أخيك. أنا عايز أقول لحضرتك موضوع مهم جدا. في ناس كتير ممكن يبقى في ناس ليها فلوس عندهم دين مش قادرين يسدوه. الناس دي أصحاب الديون اختفت من قدامهم. طب أنا معايا 10,000 جنيه وما بنامش بالليل لأن صاحب المال ده أنا مش عارف ألاقيه فين. أقول له تعالى بص الحكم الشرعي، تصدق بال10,000 دي وقول له يا رب صدقة لهذا الرجل اللي أنا مش لاقيه. فتوضع ال10,000 جنيه دي صدقة لمين؟ لهذا الرجل اللي هو اختفى سيأتي الله به يوم القيامة. خدت بال حضرتك؟ يبقى هو شال رقبته من النار بأنه تصدق لصاحب هذه الصدقة. تعالي يوم القيامة بقى يقف صاحب الدين ده أمام رب العالمين. ويقف أنت والله تبارك وتعالى فيقول له عبدي خذ منه حتى ترضى. فتيجي الصدقة اللي قدامه فيتذكرها العبد يقول له يا رب أنا تصدقت له بالمال فدخل الجنة وأكرمته. فيقول له يا رب بس أنا ساعتها كنت محتاج. يقول له يا عبدي ما هو استغفرني وغفرت له. العبد برضه واقف عايز حد يشيل من على ظهره ذنوبه اللي هو صاحب الحق.
سيفتح الله له بابا في الجنة، سيجد قصرا ممردا بالجواهر وبساتين حوله. ما هذا يا رب القصر؟ بقى صاحب الحق يقول له: هذا لملك أم لنبي؟ فيقول الله له: لك إن عفوت عن أخيك. الله. فيقول: عفوت يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: خذ أخيك وادخل الجنة. الله جميل يا رب، وعدنا يا رب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى فتح الله، المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والطاقة المصرية. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله.